هل انت عندك استعداد دلوقتي عفى الله عما سلف وننسى اللي فات ونبدا من جديد؟ ان شاء الله. وانت عندك استعداد انك انت معلش استعداد ما كنتش جيت ما تكررش اللي حصل ده تاني ولا بكره الصبح عليك متجوز عليها تاني؟ ده ممكن انا يعني. في نيتي اصل في لمؤاخذه انت عارف في مثل كده بس مش هقوله يعني. قول. لا قول. عاوز اسمع المثل ده. عارفه انت ايدي لله. خلاص مفيش جواز تاني؟ لا مفيش جواز تاني. هتركز مع ام العيال يعني؟ ان شاء الله. هتهتمي بيها؟ عندي بنات عرايس دلوقتي. هتعوضها على كل القرف اللي انت وريتهولها ده؟ باذن ربنا ان شاء الله. وانا ابقى اعمل زي اسمها ايه دي لما قالت لعادل امام ابقى فاضيه له 24 ساعه بقى. ايه؟ اقعد له في البيت في افضاله بقى. اعمل ايه؟ طيب بما انكم انتوا الحمد لله ربنا اكرمكم واكرمنا وانتوا وافقتوا ان كنتوا الاثنين تتصافوا عشان خاطر 5 اولاد لكم عندي مفاجاه بسيطه كده. اتفضل يا مولانا. انا جايب لكم المأذون. اهلا وسهلا. اهلا. عليكم. اتفضل الدكتور. اهلا. خليك دكتور. الله يبارك فيك. اتفضل. بسم الله حضرتك اتعرف بحضرتك. معك الدكتور صلاح عبد الرحمن العدوي مأذون رضا الفرج. مأذون رضا الفرج. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. احنا عندنا حاله طلاق كانت تمت وعايزين نستأذن حضرتك ان احنا نعقد عليهم ان شاء الله ان هم يعني على بركة الله. على بركة الله. ان شاء الله. ايه المطلوب دلوقتي؟ خلاص ما دام في قبول ورضا بين الطرفين. معاك بطاقتك؟ ان شاء الله. طب هاتي بطاقتك. هات بطاقتك. عايزين اظن 2 شهود كمان لو سمحت. عايزين 2 من الزملاء يخشوا شهود على عقد القران بعد اذنكم. 2. تعالى يا حبيبي اتفضل. كتر خيرك. الصور معاك؟ بطاقتك معاك؟ طب اديها للشيخ. الصور؟ لا مع ال الله يخليك. تعالى يا يونس بطاقتك معاك؟ طيب اتفضل اديها لي. اتفضل. اجيبها من الشنطه اديهم لهم. اتفضل. هو الاستاذ محمد طبعا انت موافق على الرجوع لل ان شاء الله. يلا ربنا يوفقك ان شاء الله. موافق يا استاذ محمد؟ ربنا يصلح حالك رب العالمين. طبعا هو هم مطلقين من نفس الزوج طبعا فنعقد الصيغه ان شاء الله. اتفضل. قول ورايا كده يا استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام. والصلاة والسلام. على أشرف المرسلين. سيدنا محمد. محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. زوجيني نفسك. زوجيني نفسك. بنفسك. بنفسك. ولنفسك. بنفسك. على كتاب الله تبارك وتعالى. على كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى سنة. على سنة. سيدنا. سيدنا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق. وعلى الصداق المسمى. المسمى بيننا. بيننا عاجله. عاجل. وآجله. عاجل. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. وأعاهد الله. أعاهد الله. أن أعاملك. أعامل. معاملة حسنة. والله على ما اقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. وصلي اللهم وسلم. صلى الله وسلم. وبارك على سيدنا محمد. بارك على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا سمير. ايه موافقه يا سمير ولا موافقه؟ يلا قول ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اني استخرت الله العظيم. اني استخرت الله العظيم. وقبلت زواجي منك. وقبلت زواجي منك. بنفسي ولنفسي. بنفسي ولنفسي. على كتاب الله تبارك وتعالى. على كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى سنة سيدنا رسول الله. وعلى سنة سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. عاجله وآجله. عاجله وآجله. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. وصلي اللهم وسلم. وصلي اللهم وسلم. وبارك على سيدنا محمد. وبارك على سيدنا محمد. الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نقول جميعا كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما. بارك الله لكما. وبارك عليهما. وبارك عليهما. وجمع بينهما في خير ان شاء الله. في خير ان شاء الله. زواجا مباركا باذن الله. الف مبروك. ربنا يتمم بخير.
الف الف مبروك. الف الف مبروك. الف مبروك. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا اقول انا جزاك الله مبروك يا محمد. خلي بالك على مراتك بقى يا محمد. ها الف الف مبروك. مبروك يا سميره. الف مبروك. ربنا يتم بخير ان شاء الله وربنا يجعلها بقى صلح خير ان شاء الله ويتم عليكم الخير والسعاده والهنا ان شاء الله باذن الله وترجعوا لبيوتكم بقى كده ولاولادكم ان شاء الله وربنا يا رب باذن الله يكتب لكم الخير ان شاء الله باذن الله واحنا تحت امركم في اي حاجه لغايه ان شاء الله الامور ما تمشي كويس باذن الله ان شاء الله وداعمين لكم ان شاء الله باذن الله. يبارك حضرتك يا دكتور. واحنا بعد كمان هنسيبكم بقى تكملوا الاجراءات واحنا نكتب بقى الفقره. احنا هنسيبهم بقى هم دلوقتي عشان يتمموا اجراءات الزواج والحمد لله ربنا اكرمنا والحمد لله تم الصلح بين سميره ومحمد في حضور فضيله الشيخ وشكرا للشهود الكرام وربنا يصلح الاحوال يصلح احوالهم واحوال كل بيوتنا يا رب امين ان شاء الله باذن الله. نسيبكم بقى عشان نكمل. الله على ما اقول شهيد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقول جميعا كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير ان شاء الله زواجا مباركا باذن الله. الف الف مبروك. ربنا يتم بخير. الف الف مبروك. الف الف مبروك. الف مبروك. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا اقول انا جزاك الله مبروك يا محمد. خلي بالك على مراتك بقى يا محمد. ها الف الف مبروك. مبروك يا سميره. الف مبروك. ربنا يتم بخير ان شاء الله وربنا يجعلها بقى صلح خير ان شاء الله ويتم عليكم الخير والسعاده والهنا ان شاء الله باذن الله وترجعوا لبيوتكم بقى كده ولاولادكم ان شاء الله وربنا يا رب باذن الله يكتب لكم الخير ان شاء الله باذن الله.